بسم الله الرحمن الرحيم. خواتنا الكرام، في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشوف كيف نعبأ الرصيد تاعي تاع الهاتف تاع البورطابل باستخدام البطاقة الذهبية، والله كيما نقولوا كفان فليكسي. راح لهنا ندخل لنفس الموقع اللي شفناه من قبل بالنسبة لجماعة اللي شافوا لي الفيديو اللي شفتهم درتها من قبل، دريدينات بوان بوست بوان دي زاد. نكليكي هنا على سيمبول هذا تاع تليفون ريشارجي فوتر موبيل. هنا يخرج لي دوز اوبيراتور تيزي موبيليس. بالنسبه لي انا عندي موبيليس، راح نكليكي هنا على موبيليس. بعد راح ندخل الرقم هنا، هنا يسمى الرقم تاعك ولا الرقم تاع شخص واحد اخر حابب تفليكسيلو. بعد هنا داخل الرقم المقابل اللي راهو على الدروات الكود هذا. بعد هنا راح نكليكي على اونفاي. فوالا، هنا راح يخرج لي حدد المبلغ اللي راح نفليكسيه. هنا عندي من 10,000 حتى 200,000. والله ندير اوتر، يبان اذا حبيت ندخل مبلغ واحد اخر. هنا راح ندير بالنسبه للحاله تاعي راح ندير 10,000، اختار 10,000. وراح ندير نكليك على ليكون هذه جاكسبت لي كونديسيون جينيرال ديتيليزاسيون، وراح نخير البطاقه الذهبيه. بعد هنا كما شفنا من قبل عمليه جد بسيطه، راح ندخل المعلومات على البطاقة الذهبية نتاعي. فقط كاين بزاف الناس ما يمشيولهمش، على خاطر راكش ماهيش اكتيفي. كيف راح يكتيفيها الانسان؟ راح يروح للديستريبيتور ولا لموزعات الالية هذيك اللي نلقاها في لي بوست، وراح ثما وين يدخل لاكارت، راح يدخل لاكارت ويدخل رقم الهاتف نيميرو بورتابل تاعو، خاطرش من بعد راح يستقبل رسالة اس ام اس في هذا في هذاك لو نيميرو. هنا راح تروح ثما، عندك يعني عمليه جد بسيطه يقدر اي واحد يقوم بها. راح يدخل رقم الهاتف ثما، بعد هنا راح نبدا هنا بادخال المعلومات تاع البطاقه. راح هنا راح ندخل دات اكسبيراسيون، تاريخ انتهاء الصلاحية. بعد هنا راح نكتب اسم اللقب تاعي كما هو وارد في البطاقة. بعد هنا راح ندخل الكود اللي نلقاه في ظهر البطاقة. بعد ما كمل راح نكليك هنا على فاليدي. هنا كونفيرماسيون دو ترانزاكسيون. هنا راح بعد ما نكليكي على هنا شوف بلي خرج لي رقم الهاتف تاعي. بعد ما نكليكي على اونفواي راح يجيني، راح تصلني رسالة في رسالة اس ام اس في الهاتف تاعي. هذا لتأمين العملية هذه اللي راح نقوم بها. راح ندخل الرقم هنا وراح نكليك على فاليدي، يعني ما نحيلكش الدرهم حتى ندير هذه العملية. هنا جاني رسيد بيمون، معناها العملية تاعي تمت بنجاح، ولنا المبلغ اللي فليكسيتو. هنا رقم الهاتف اللي فليكسيتلو. لهنا نقدر ندير اونجستري، والله نبعث الروسي بار ايميل، ولا نقدر ندير لهنا اونجستري. نقدر هنا نفتح الروسي تاعي باستخدام نقدر اونجستري في البي سي تاعي، ولا نقدر نفتحو هنا باش نشوفو. فوالا، ولهنا رسيد بيمون. هنا يخرج لي الرقم الهاتف اللي فليكسيتلو مع المبلغ اللي فليكسيتلو. العمليه جد بسيطه، لكن كثير مش منتبهين لها. هذه راح تهنيك يعني، خاصه احيانا في الليل ولا يحتاج الانسان يفليكسي ولا يخلص الصون تاعو، ولا احيانا باش ما يضلش يديبلاسي راح مباشره يستخدم البطاقه الذهبيه. ارجو ان شاء الله ان الفيديو هذا راح يفيدكم وفي هذه العمليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.